انطلقنا وعلى الله توكلنا ومن الله دائما وأبدا طلب التوفيق والسداد والنجاح. أهلا بالحاضرين، أهلا بالأصايل والمعلنة عن الانطلاق، الباحثة عن الناموس، الباحثة عن السيارة النقدية وعن التسعيرات المليونية. إذا أعلنت انطلاقة الشوط الثاني والعشرون وشوط الختام المخصص لسن الحقائق الابكار، شوط مكتظ بالاعداد توافدوا من جميع ميادين الخليج للمشاركه في هذا المهرجان المرتقب والمنتظر والقالي على قلوب الجميع، مهرجان امير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. اذا متابعينا الكرام، نبدأ بداية بالتعرف على الأسماء الحاضرة والمنطلقة والمتواجدة في محور النداء والإذاعة. البداية والانطلاقة وشعار بالرفعان يقدم لنا تغريد، عايض بالرفعان القحطاني يقدم لنا تغريد إلى مركز الثاني، وتابع شعار بن عايض يقدم لنا شعار بانطلاقة هنالك، تابع مناورة مطر بن محمد بن مبارك العامري يقدم مناورة. أبناء الإمارات يتحركون، أبناء المملكة يتسللون يا محل المعركة عندما يتواجدون أبناء الخليج والأسماء العملاقة في ميدان شحانية الذي لا يخلو من المعارك الكبيرة. المركز الثالث أتابع، تسللت نحو المركز الثاني بخطى الكبار نحو المركز الأول، انطلقت هنالك شواهين، ناصر بن سالم بن حبيب الهاشمي يقدم لنا شواهين مع مقدمة الشوط. المركز الثاني أتابع الشامية، صالح بن جابر بن صالح العامري يقدم لنا شعار ليقدم لنا الشامية، حضرت من المركز الخامس وانطلقت نحو المركز الثاني، باحث عن السيارة النقدية، باحث عن ناموس في هذا المهرجان. مادة الزعفران تنتظر فائز من الأسماء الحاضرة. المركز الرابع تابع الحضور في هذه الأثناء من قبل الحاضرة والواصلة، وصلت معراض سيف بن أحمد بن خزع بالعث العامري يقدم لنا شعار. المركز الخامس وصلت كذلك شودة، محمد بن عبد الله الزبداني يقدم لنا شودة. وصلت كذلك براقة، نايف بن محمد بن جابر الفهيدة. آخر الأشواط لسن الحقائق لمن من الأسماء الحاضرة والمتواجدة، تواجد العمالقة، فكيف لا يتواجد الإبداع، فكيف لا يتواجد يا بالرفعان، كيف لا يتحركون هؤلاء العمالقة ليثيروا الشوط ويقدموا كل ما لديهم. تحرك الزبداني وتحركوا أبناء الشحانية مع شعارك يا الزبداني، تسلل وانتزع الصدى بتحركات شودة 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 شودة، والزبداني يتسلل ويفرض قوة الشعار. بالرفعان يأتي ثانيا ويقدم لنا تغريد. المركز الثالث أتابع السبعمية متر الأخيرة، المركز الثالث حضرت هنالك الشامية. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات وانطلقت هنالك الحاضرة، وصلت معراض بالعث العامري ما بين الزبداني وبالرفعان وبالعث العامري. أبناء الشحانية، أبناء المملكة، أبناء الإمارات في معركة أخوية رائعة من أجل السيارة شودة الزبداني، لكن معراض بالعث العامري. أوه
الله يا سلام، وصلت هنالك حواس حمد بن عبد الله يتقدم هنالك في هذه اللحظات، بو ليبيا يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا شعار، ليقدم لنا شعار السيارة مع حواس، السيارة مع حواس. انطلقت في الأمتار الحساسة، انطلقت في الأمتار الصعبة، لكن أتابع يا أخوان اللي حضرت هنالك الذيبة. سعيد بن محسن العامري، تهانينا تهانينا والناموس لحواس ولمالك حواس حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبي بوهليبة الذي حقق هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا على هذا الناموس المركزي الثاني. المركز الثاني شودة محمد بن عبد الله الزبداني. المركز الثالث وصلت الذيبة سعيد بن محسن بن بخيت العامري. المركز الرابع 13. المركز الثالث وصلت ثالثا معراض سيف بن احمد بن خزع بالعث العامري. المركز الرابع، المركز الرابع الذيبة سعيد بن محسن العامري. المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس معتاد سعيد بن محمد بن راشد العمري. هكذا حضرت حواس في الأمتار الحساسة لتكون البطلة المتوجة بالناموس والسيارة النقدية لحمد بن عبد الله بن علي بن حمد. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني 5:59 88 جزءا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والناموس وشودة من قدمت العرض الكبير لمحمد بن عبد الله بن محمد الزبداني. التوقيت الزمني 6 بالوفاء والتمام 78 جزءا من الثانية. أما ثالث المراكز فأتت مع المركز الثالث حضرت الذيبة سعيد بن محسن بن بخيت العامري. التوقيت الزمني 6 وجزءا واحدا وثاني وجزئين من الثانية. تهانينا تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. إذن مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم يعرض أمامكم موجز بالأسماء المتوجة بالمراكز الأولى في أشواط هذه الفترة المسائية. أشواط الحقائق شاهدنا وإياكم 22 شوطا حملت في طياتها منافسات كبيرة ومثيرة، حيث تسجل الشوط الأول حقائق بكار مع إنذار التي استطاعت أن تحقق ناموس الشوط الأول المفتوح والشلبة. إنذار لعاطف بن عطية بن حسن القرشي. التوقيت الزمني 5:46 84 جزءا من الثانية. كذلك الشوط الرئيسي للقعدان كان البطل المتوج صاحب العرض الكبير والأداء المتميز والخنجر مع الكدري لعلي بن خليفة بن علي بن خليفة لعلي بن خليفة بن خليفة بن خميس السويدي. التوقيت الزمني 5:46 22 جزءا من الثانية. كذلك أتت الوثبة من أتت بالعروض الكبيرة والمثيرة محققة ناموس الشوط الأول الإبكار الإنتاج والشلفة لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. التوقيت الزمني 5:51 جزءا من الثانية. أما الشوط الأول قعدان إنتاج مع عز من انتزع الخنجر، والتوقيت الافضل والاكمل والاجمل لسالم بن علي بن متعب بن محمد الصعاق. التوقيت الزمني 5:44 اربعة اجزاء من الثانية صاحب العروض المتميزة والتوقيت الافضل في منافسة الحقائق، وكذلك خنجر الانتاج مع عز من امسى بالخنجر في الشحنية. الى هنا مشاهدين الكرام وصلنا واياكم الى الختام، ونلتقي بكم بمشيئة الله تعالى في يوم قدم مع منافسات اللقاية للاشواط العامة ضمن انطلاقات مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لقناة الريان.